زوز نقاط أخيرة من بين الحاجات والسؤال هذا يختير شوي وحساس شوي، شو موقفك من التطبيع؟ نعم، شو موقفي أنا من التطبيع؟ أكيد أنا ضد التطبيع في المرحلة. ما تطبيع شنو هو التطبيع؟ تطبيع سياسي، تطبيع اقتصادي، تطبيع شو معناتها؟ شو موقفي من التطبيع؟ قيس سعيد شو موقفه من التطبيع؟ شو بدك تغزر لي هاك؟ شو موقفك أنت من التطبيع؟ فما مواطن تونسي تقول شو موقفك من التطبيع؟ باش يقول نائب شعب صوت في لائحة أو اثنين ضد بتبيع مع ضد في عقلك في عقلك في عقلك ضد التطبيع. خذ ما نجم نكون كتونسي موقف رئيس موقف رئيس الجمهورية ريته في المناظرة ذهلي ذهلي من أكثر النقاط اللي زادت شعبية لرئيس الجمهورية هو السؤال عن التطبيع واعتباره خيانة عظمى. حتى دولة الإمارات كانت تعطات 8 مليار دولار من أكثر الدول اللي ساهمت في ميزانية فلسطين، ومن أكثر الدول اللي كانت رافعة شعار ضد التطبيع. باهي، حتى المغرب كيف كيف من أكثر الدول اللي كانت ترفع في شعارات ضد التطبيع. جايين نحن المرحلة هذه؟ قبل كل شيء خليني نحكي معك، فما فرق بين السلام والتطبيع. سألت على التطبيع. فرق كبير بين أنا مع الفلسطينيين وين يختاروا وين يختار اللي يختاروه الشعب الفلسطيني. ايه أنا معه. برافو عليك، ترشح في فلسطين. سؤالي هما مش ترشح في فلسطين. سؤالي على التطبيع. يودي سماه أهل مكة دربي شعابها. سؤالي على التطبيع، أنت من شعاب أهل مكة، كي نحكيو على بلادنا هوني، أنت من نواب اللي كنت تصادق ولا تعطي صوتك بنعم أم لا، موقفك من التطبيع بنعم أم لا؟ تفضل كون موقف جريء. لا بتبيع. لا. إذا كان نصوت على التطبيع نصوت لا. تونس طبعا. في الطريق إلى التطبيع؟ نعفيك منه السؤال. صعيب عليك. ينجم باش يتفرض علينا كحل. هذاك علاش قلت لك أسوأ رئيس. علاش قلت لك اللي أسوأ رئيس في الأسئلة الأخرى اعتبر قيس سعيد أسوأ رئيس؟ لأنه بظروفنا الاقتصادية والمالية الحالية ينجم في وقت ما يتفرض علينا التطبيع فرضا. تولي يا إما كرامتنا يا إما التطبيع، مع كل أسف. وماشيين في الاتجاه هذا. ماشيين في الاتجاه هذا. نتصور لا قدر الله ماشيين في الاتجاه هذا. رأيي الشخصي طبعا ضد. طبعا ضد.